مرحبا، اليوم رح نحكي عن موضوع شوي تابو وبخص العادة السرية عند الرجال وعند النساء. خلينا نبلش نوضح شغلة. صحيا العادة السرية عند الرجل وعند المرأة ما بتسبب أمراض، يعني ما بتخفف الذاكرة، ما بتخلي الشعر يهر، ما بتطلع حبوب على الوجه، ما بتفقد البصر، ما بتضعف وما بتسبب مشاكل بالخصوبة ولا مشاكل بالانتصاب. لذلك لازم نشيل كل هالأفكار الخاطئة ونبعدهم عنها. هلأ لمبادئ شخصية، في بعض الأفراد ما بيحبوا أو ما بدهم يمارسوا العادة السرية، هذا بخصهم هن، بس نحن طبياً بنعرف أنه العادة السرية ما بتسبب مشاكل صحية. إنما بس نحكي عن موضوع الإدمان، يعني بس شخص يقضي أكترية وقته أم يكون مهووس بالعادة السرية، هون مش العادة السرية اللي عم بتأثر على صحته، إنما الإدمان. والإكتار من حيلا شيء رح يسبب مشاكل، يعني حتى الإكتار من الرياضة أم الإكتار من الأكل أم الإكتار من النوم رح يسبب مشاكل. لذلك العادة السرية بحد ذاتها ما بتسبب مشاكل، بس الإدمان على العادة السرية هو اللي فيه يسبب مشاكل. اليوم بدنا نحكي كمان شوي عند المرأة عن بعض الأفكار الخاطئة حول العادة السرية. العادة السرية عادة بتصير بطريقة خارجية عند المرأة اللي بعدها عذراء، يعني ما رح تسبب لخزق أم لفتح بالغشاء البكارة، إلا إذا صارت العادة السرية أثناء محاولة لتحفيز المهبل من جوا. ونحن منذكر أنه بالأعضاء التناسلية عنا الفرج من برا، عنا الشفرين الصغار، الشفرين الكبار والبزر، وعنا المهبل من جوا، غشاء البكارة موجود على باب المهبل. ثاني شغلة، المرأة بحاجة للعادة السرية للاكتشاف لنفسها، يعني المرأة اللي بتكتشف العادة السرية ما رح تصير مهووسة بالجنس، ما رح تصير منجذبة بالرجال أم بزوجها، لبل رح تتعلم على حالها كيف فيها توصل للنشوة، وفيها بعدين تعلم زوجها أم تعلم شريكها أنه يوصلها للنشوة. للمرأة اللي ما بدها تمارس العادة السرية بدها تطلب من زوجها أو من شريكها أنه يحفزها من برا على البزر كرمال يقدر يوصلها للنشوة. الطرق كيف المرأة بتمارس عادة العادة السرية، أما رح تحفز بصبيعة وهي مستلقية على ظهرها راس البزر، أما رح تحفز البزر وهي مستلقية على بطنها وعم تحف حالها على التخت أم على إيدها، أما رح تستعمل غرض رح يحفز البزر، منه رح يستعملوا الدوش والماي كرمال يحفزوا البزر، ومنهم رح يشدوا إجريهم كرمال يحفزوا حالهم، بيشدوا وبيرحوا، بيشدوا وبيرحوا إجريهم. الطرق كتير عديدة، كل مرأة تستمتع بطريقة، وبدنا نذكر انه اللذة والاستمتاع مش شي غلط، بالعكس شي صحي وعنده فوائد. بحلقة مقبلة رح نحكي عن فوائد العادة السرية، تابعونا على قناة لوليا. باي باي.